المواطنون بالفعل قلقون من نشوب حرب أو مواجهة قريبة بين إسرائيل ولبنان. يدلي المواطنون بما لا تدلي به المؤسسة العسكرية، إن كان بمد الإصبع على التحضيرات على الحدود أو من مخاوف أو من تطورات للأمور. عندما زرنا تلك المنطقة الحدودية شاهدنا الكثير من الأعمال على الجدار من التحصينات، إن كان من الجهة الإسرائيلية، وهنالك أيضا أعمال تجري في على الجبهة الأخرى بمحاذاة الشريط الحدودي من الجهة اللبنانية، حيث لاحظنا وجود آليات وأعمال حفريات ومد خطوط مياه وفتح طرق أيضا على تابع لحزب الله على الجانب اللبناني. عندما تحدثنا إلى المواطنين كما تحدثنا في السابق إلى المؤسسة العسكرية التي تقول أن حزب الله أو عناصر حزب الله لا يأتون إلى محاذاة الجدار بلباس عسكري بزي عسكري، وإنما يتخفون بزي المواطنين. فمن الصعب أن نقول هل هذا حزب الله أم لا، ولكن المواطنين هناك يقولون أن هؤلاء فعلا عناصر حزب الله. نرى الصور دكتور.